هوريكم النهارده يا رجاله تمرينة الظهر بتاعتي. هنبدأ أول حاجة بالسحب الأمامي واسع، هنلعب 3 في 12 عدة، ولازم تبقى حركتك كاملة، اللي هو تعمل استرتش كامل لعضلة الظهر. تاني تمرين بلعب سحب مقلوب برضو 3 في 12 عدة، وبرضو بطلع للآخر خالص وانزل للآخر برضو 3 في 12 عدة. تالت تمرين هنلعب السحب الأرضي. لو تلاحظوا يا رجالة ان انا مثبت ظهري وبروح بدراعي بس، بعمل انقباض وانبساط للات برضو 3 في 12 عد. رابع تمرين وهو انوال هاند بالدمبلز، بلعبه 3 في 12 عدة. بنزل للآخر بطلع للآخر. خامس تمرين بلعب بار مقلوب برضو 3 في 12 عدة. سادس تمرين وآخر تمرين رجالة بلعب ديد ليفت بالبار، بلعب 3 في 12 عدة. كده بخلصت معاكم تمرينة الظهر. أي حد عنده استفسار في أي تمرين سيب كومنت وأنا هرد عليه. السلام عليكم.